مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الثاني، وما زلنا نتحدث عن الوحدة السادسة، الأحماض النووية والوراثة. ونتحدث اليوم عن الدرس الأول في الوحدة السادسة، عن تركيب DNA ووظيفته. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تذكر المقصود بتضاعف DNA، وأن تعدد الإنزيمات التي تعمل خلال تضاعف DNA، وأن تشرح دور كل إنزيم في عملية تضاعف DNA. لدينا اليوم عزيزي الطالب مجموعة من المفردات، مثل السلسلة، القالب، شبه المحافظ، زوج القواعد، و DNA هيليكيز أو إنزيم فك التواء DNA. قيمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيز الطالب: كيف تحدث عملية تضاعف DNA؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 42 ثم اقرأ الفقرة الأولى. تضاعف DNA يشكل نموذج اللولب المزدوج مفتاح كيفية نسخ DNA، فالأدينين يقترن دائما بالثيمين فقط، أما السيتوسين فيقترن دائما بالجوانين فقط. هذا يعني أن كل جانب من اللولب المزدوج يحتوي على سلسلة كاملة من الشفرات الوراثية، كونه مكملا للسلسلة الأخرى. مثلا، إذا كانت هناك سلسلة تحتوي على تسلسل GGGTTAACC، فإن السلسلة المقابلة لها تتكون من التسلسل التالي: CCCAATTGG. ويتم نسخ DNA عن طريق فصل سلسلتي DNA إحداهما عن الأخرى بتكسير الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد، وإعادة بناء كل سلسلة بمطابقة القواعد، وتسمى عملية نسخ DNA تضاعف DNA. يحدث التضاعف بأربع خطوات في كل مرة تنقسم فيها الخلية، وكما في التفاعلات الأيضية الأخرى يحدث تضاعف DNA بفعل أكثر من 12 من الإنزيمات المتخصصة. في البداية عزيز الطالب، يجب أن نعرف متى تحدث عملية تضاعف DNA. تمر الخلية بمرحلة تسمى المرحلة البينية قبل حدوث الانقسام الخلوي، وأثناء هذه المرحلة البينية، أي قبل حدوث الانقسام الخلوي، لا بد أن تحدث عملية تضاعف للDNA وهو المادة الوراثية. انظر عزيزي الطالب إلى هذا الشكل الذي يوضح مراحل دورة الخلية. في البداية لدينا هذه الخلية، تخيل أننا لدينا 2 من الكروموسومات، كل كروموسوم بداخله جزء من الDNA. قبل أن تحدث عملية الانقسام، لابد أن تحدث عملية تضاعف للمادة الوراثية. انظر إلى كل كروموسوم، وأصبح كل كروموسوم يتكون من كروماتيدتين بهذا الشكل. هذا الكروموسوم تضاعف DNA بداخله، وهذا الكروموسوم تضاعف DNA بداخله. ماذا بعد؟ يحدث تضاعف للمادة الوراثية قبل حدوث الانقسام، حتى أنه أثناء الانقسام تنفصل الكروماتيدتين داخل كل كروموسوم، وتذهب كل واحدة منهم في إحدى الخليتين، حتى تصير كل خلية من الخلايا الجديدة لديها نسخة من الDNA الأصلي الذي كان موجودا في الخلية الأولى. فهاتين الخليتين تحتويان على نسختين متطابقتين من المادة الوراثية، وهما أيضا تحتويان على نفس النسخة من المادة الوراثية التي كانت موجودة في الخلية الأصلية. ما المقصود بتضاعف DNA عزيزي الطالب؟ تكوين نسختين متطابقتين من DNA، وذلك قبل حدوث الانقسام الخلوي.
ما أهمية تضاعف دي إن إيه عزيز الطالب؟ يسمح تضاعف دي إن إيه قبل الانقسام بحصول كل خلية جديدة ناتجة من الانقسام على نسخة من المادة الوراثية دي إن إيه، حتى تكون الخلايا الناتجة نسخة من الخلية الأصلية لها نفس الصفات وقادرة على القيام بنفس الوظائف. لدينا سؤال عزيزي الطالب، ما المقصود بتضاعف دي إن إيه؟ تكوين نسختين متطابقتين من دي إن إيه قبل حدوث الانقسام الخلوي. حدد وقت حدوث عملية تضاعف دي إن إيه أثناء المرحلة البينية قبل حدوث الانقسام يحدث تضاعف لـ دي إن إيه. فسر أهمية تضاعف دي إن إيه. يسمح تضاعف دي إن إيه قبل الانقسام بحصول كل خلية جديدة ناتجة من الانقسام على نسخة من المادة الوراثية دي إن إيه، حتى تكون الخلايا الناتجة نسخة من الخلية الأصلية لها نفس الصفات وقادرة على القيام بنفس الوظائف. نستكمل عزيزي الطالب، كيف يحدث تضاعف دي إن إيه؟ يتم نسخ دي إن إيه عن طريق فصل سلسلتي دي إن إيه إحداهما عن الأخرى. هذه الخطوة الأولى عزيزي الطالب، هذا هو جزيء دي إن إيه. الخطوة الأولى في التضاعف لابد أن نفصل السلسلتين عن بعضهما، سلسلتي دي إن إيه يجب أن نفصلهما عن بعضهما، ويتم ذلك من خلال تكسير الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد وإعادة بناء كل سلسلة، وذلك بمطابقة قواعد جديدة في مقابل القواعد التي كانت موجودة على السلسلة الأصلية كما يتضح من هذا الشكل. سوف تجد عزيز الطالب أن قمنا بفك سلسلتي دي إن إيه بتكسير الروابط الهيدروجينية، أخذنا هذه السلسلة الأصلية وهذه السلسلة الأصلية، وقمنا ب ازدواج قواعد نيتروجينية جديدة مقابلة للقواعد الموجودة في السلسلة الأصلية كما في هذا الشكل وأيضا هنا، ثم بعد ذلك تكونت السلسلتين كما في هذا الشكل الموضح. سوف تجد أن هذا جزيء من دي إن إيه وهذا جزيء من دي إن إيه نسختين متطابقتين، وهما أيضا نسختين من دي إن إيه الأصلي. وسوف تجد عزيزي الطالب أن كل نسخة جديدة من دي إن إيه تحتوي على سلسلة أصلية وسلسلة جديدة، وهنا أيضا سلسلة أصلية في مقابلها سلسلة جديدة. ملحوظة، في كل مرة تنقسم فيها الخلية يحدث تضاعف دي إن إيه بأربعة خطوات، لابد أن تحدث أربعة خطوات سوف نشرحها لاحقا. وهذه الأربعة خطوات كما في أي تفاعلات من تفاعلات الأيض يلزم لإتمام هذه الخطوات مجموعة من الإنزيمات، ويحدث تضاعف دي إن إيه في خطواته المتتابعة بفعل أكثر من 12 من الإنزيمات المتخصصة. ننتقل بعد ذلك عزيزي الطالب إلى هذا الشكل والذي يوضح كيف يتم بداية فك سلسلتي دي إن إيه الأصليتين وابتعادهما عن بعضهما بتكسير الروابط الهيدروجينية، ثم بعد ذلك تتكون سلسلة جديدة في مقابل كل سلسلة أصلية، ويتم ربط أجزاء السلسلة الجديدة، وكل هذه الخطوات تتم بفعل الإنزيمات. وفي النهاية عزيزي الطالب سوف تجد أنك حصلت على نسختين متطابقتين من المادة الوراثية ومطابقتين تماما لـ DNA الأصلي كما شرحنا سابقا. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن خطوات تضاعف DNA. الخطوة الأولى عزيزي الطالب وهي تحدث بواسطة إنزيم يسمى DNA هيليكيز. ماذا يفعل هذا الإنزيم؟ يقوم هذا الإنزيم بفك سلسلتي DNA ويفصلهما عن بعضهما، وذلك لقدرة هذا الإنزيم على تكسير الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد النيتروجينية على السلسلتين المتقابلتين. وعندما ينشط هذا الإنزيم ويبدأ في تكسير الروابط الهيدروجينية وفك السلسلتين يتكون ما يسمى بشوكة التضاعف. فما هي شوكة التضاعف عزيزي الطالب؟ شوكة التضاعف كما ترى في هذا الرسم هي منطقة لها شكل يأخذ شكل حرف Y، وتتكون عند الموقع الذي يبدأ في عملية التضاعف حيث تنفك سلسلة DNA الأصليتين. تؤدي شوكات التضاعف دورا مهما في تحديد الاتجاه الذي تتكون فيه السلاسل الجديدة وحيث تعمل الإنزيمات. عزيزي الطالب ملحوظة مهمة جدا، في الخلايا الحقيقية النواة
يحدث تضاعف دي ان ايه عند مئات الاماكن وفي الوقت نفسه، ويتم ذلك بتكوين العديد والعديد من شوكات التضاعف حتى لا يستغرق تضاعف دي ان ايه مئات الملايين من ازواج القواعد النيتروجينية التي يحتويها، لا يستغرق وقتا طويلا جدا. انظر الى هذا الشكل عزيز الطالب، هذا هو جزيء دي ان ايه الاصلي، وتكونت عديد من شوكات التضاعف، وهنا ينشط انزيم دي ان ايه هيليكيز، ويليه الانزيمات الاخرى التي تعمل بعده، حيث هو يقوم بفك السلسلتين من اماكن متفرقة بمكون عدة شوكات للتضاعف، وعندما تتوسع شوكات التضاعف هذه وتعمل الانزيمات الاخرى ويتم بناء سلسلة جديدة في مقابل كل سلسلة اصلية، تكتمل شوكات التضاعف هذه، ويؤدي ذلك الى تضاعف دي ان ايه الى نسختين متطابقتين، كل نسخة من دي ان ايه تحتوي على سلسلة اصلية وسلسلة جديدة في مقابلها. نستكمل عزيزي الطالب خطوات تضاعف دي ان ايه. الخطوة الثانية هي تحدث بواسطة انزيم يسمى RNA برايميز. RNA برايميز يقوم بإضافة سلسلة قصيرة من الحمض النووي الريبوزي RNA. هذه السلسلة الصغيرة التي يضيفها هذا الانزيم تسمى البادئ، ويضيف انزيم RNA برايميز يضيف قطعة صغيرة من RNA تسمى البادئ الى السلسلة المفتوحة، وهذه هي الخطوة الثانية من بداية عملية التضاعف. إضافة هذه القطعة الصغيرة من الـ RNA البادئ بواسطة انزيم الـ RNA برايميز تمنع إضافة RNA البادئ نيوكليوتيدات DNA من الارتباط بالجزء المفتوح من سلسلة DNA مرة أخرى، حتى لا تعاود السلسلتين الأصليتين ارتباطهما معا مرة أخرى. الخطوة الثالثة عزيز الطالب تحدث بواسطة انزيم مهم جدا، وهو انزيم DNA بوليميريز. ماذا يفعل هذا الانزيم؟ هذا الانزيم عزيزي الطالب يبدأ من الـ RNA البادئ من مكان وجود RNA البادئ، ويقوم ببناء سلسلتين جديدتين عن طريق إضافة النيوكليوتيدات من نهاية 5 إلى نهاية 3. هو يبني سلسلة جديدة بدايتها طرف 5 ومتجها نحو النهاية رقم 3، أي أنه يعمل على السلسلة القديمة التي تبدأ بنهاية 3 ويكون سلسلة جديدة بدايتها رقم 5. معنى ذلك عزيزي الطالب أن DNA بوليمريز لابد أن يعمل على السلسلتين الأصليتين في اتجاهين متعاكسين، لأنه يقرأ سلسلة DNA الأصلية دائما ابتداء من 3 ويكون سلسلة جديدة تنمو ابتداء من 5 ومتجهة نحو الطرف 3. الخطوة الرابعة عزيزي الطالب هي تحدث بواسطة انزيم يسمى انزيم لايجيز. انزيم اللايجيز هو الانزيم الذي يقوم بربط النيوكليوتيدات الجديدة، وذلك لأن هذا الانزيم يحفز تكوين روابط تساهمية بين مجموعة الفوسفات في النيوكليوتيد والريبوز منقوص الأكسجين في النيوكليوتيد المجاور له، وهذا الانزيم يقوم بربط الأجزاء التي تكونت بفعل انزيم السابق ودي ان ايه بوليميريز. هذا الانزيم يعمل في نفس الوقت الذي تستمر فيه الانزيمات الاخرى في العمل. معنى ذلك انه اثناء تضاعف دي ان ايه يمكن ان تعمل جميع الانزيمات في نفس الوقت، فيما يواصل دي ان ايه هيليكيز وهو الانزيم الاول فك لولب دي ان ايه، يقوم دي ان ايه بوليميريز ببناء السلسلة المتممة، وتلتقي السلسلة الجديدة ببداية سلسلة أخرى ناتجة من التضاعف عند شوكة التضاعف التالية، وعندما يحدث هذا يربط إنزيم DNA ليجيز السلسلتين معا. والسر في سرعة حدوث عملية تضاعف DNA هو أن جميع الإنزيمات تعمل دون تعارض وكلها في نفس الوقت. لدينا سؤال عزيزي الطالب في هذا الشكل الموضح، ما اسم الإنزيم المشار إليه بالحرف A؟ هذا الإنزيم عزيزي الطالب هو DNA هيليكيز، والذي يقوم بفك سلسلتي DNA الأصليتين بتكسير الروابط الهيدروجينية.
اذكر المصطلح العلمي منطقة لها شكل حرف واي تتكون عند الموقع الذي يحدث عنده التضاعف حيث تنفك السلسلتا دي ان هي الاصليين هي شوكة التضاعف. هذا هو تعريف شوكة التضاعف. ننتقل بعد ذلك عايز الطالب اي مما ياتي يمثل الانزيم الذي يضيف سلسلة قصيرة من ار ان اي للسلسلة المفتوحة من دي ان اي. هذا هو انزيم ار ان اي برايميز هو الذي يضيف سلسلة قصيرة من ار ان اي للسلسلة المفتوحة من دي ان اي. اي مما ياتي يمثل الانزيم الذي يحفز بناء سلسلتين جديدتين من دي ان اي عن طريق اضافة النيوكليوتيدات من نهاية 5 الى نهاية 3. هذا هو انزيم دي ان اي بوليميريز. ننتقل بعد ذلك عزيز الطالب فسر انزيم دي ان اي بوليميريز يعمل في اتجاهين متعاكسين على سلسلتي دي ان اي. لماذا يعمل على السلسلتين في اتجاهين متعاكسين؟ السلسلتين الاصليتين يعمل عليهما انزيم دي ان اي بوليميريز في اتجاهين متعاكسين، لان انزيم دي ان اي بوليميريز يقرأ سلسلة دي ان اي الاصلية دائما ابتداء من 3 ويبني سلسلة جديدة تنمو من الاتجاه 5 ناحية الاتجاه 3 على السلسلة الجديدة. أي مما يأتي يمثل الإنزيم الذي يربط النيوكليوتيدات الجديدة من خلال حفز تكوين روابط تساهمية بين فوسفات نيوكليوتيد والريبوز منقوص الأكسجين للنيوكليوتيد التالي. هذا هو إنزيم DNA ligase. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.